دلوقتي هنبتدي المسابقه بفريق السيدات طبعا، لان ليديز فيرست. يعني ايه ليديز فيرست؟ يعني انتوا الاول في كل حاجه. اتفضلي مدام سهير. يعني انتوا اللي بتفرسونا. مدام سهير اتفضلي. سهير البابلي. انا اجي فين؟ حضرتك تيجي عند حضرتك. يلا قلنا. لا دي ما تخداش. لا يلا دلوقتي هنبتدي دقيقتين. هو ايه؟ فيلم ولا مسرحية ولا مسرح؟ انا هبص كده طبعا. لينا طبعا. وانتو كده؟ هما منحشة. مسرح. كم كلمة؟ اثنين. كلمة اسمين. اسمين. كويس. الاولانية. الاولانية. ست اسم. ولا رايا وسكين. رايا. برافو. فعلا الاسم رايا وسكينة ويستحقوا الثلاث نقط لانهم جاوبوا في خلال الدقيقة الاولى. بسرعة جامدة جدا. طيب. انا فريق الرجال. تفضل استاذ يونس. عندهم صاروخ. لا ما تبتديش الا ما اقول لك يا يونس. ما تبتديش دلوقتي لسه التوقيت. فيلم مش كده؟ فيلم. فيلم. كلمتين. كلمتين. تاني كلمة. تانية. والاولانية. خمسة. الاولانية خمسة. رصيد. رصيد نمرة خمسة. رصيد نمرة خمسة. برافو. فعلا رصيد نمرة خمسة. انتصرنا. طيب. لا ولسه برضه ثلاث نقط وهم ثلاث نقط. لا لسه خدوا بس ثلاثة. خدوا قد ايه يا استاذ؟ اول دقيقة يبقى ثلاث نقط. ثلاث نقط وثلاث نقط. لا للزمن مثل حظ الأنثيين. طيب مدام اسعد يونس. لا كويس ان هي اللي هتقول. امه مش هيعرف. فيلم قديم. كلمتين. اولانيه الورده البيضاء. الورده البيضاء. فعلا الورده البيضاء. يبقى ست نقط لثلاثه. حول ست. استاذ محمود العاوي. لا ملوش دعوة. كلام ممنوع. طب عايز اسأل سؤال. أي. افلام عربي كلها؟ ماشي ما نعرفش. ده غالبا هتكون كلها عربي طبعا. طب شكرا. لا هو في طبعا مثل بالانجليزي. هو ضرب لخمه في مسرحيات صيني. استاذ محمود احنا مش عارفين العربي. انا اعرف اما اقول لك. يلا ده ايه؟ غنى. قول الاول. غنى. الغنى كده في هطل كده. انا كده غنى. لا مغني كوميدي. المطربه ولا مطرب؟ هنضيع عليه واحده. مطربه واحد. يعني ست جامده. عايشه ولا ميته؟ جامده وزيك. ميته. عايشه. من الجيل. مطربه جديده ولا قديمه؟ من الجيل القديم. قديمه. شاديه. فايزه احمد. هي ماتت. لا عايشه. المهم اسم الاغنيه. نجاه الصغيره. اي لما انا كده قال كتير. هرقل. هرقل ازاي ده كده؟ مش هناخد ولا نقطه. ورده مثلا. ورده. ثلاث ورد. ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. الاغنيه اسم الاغنيه ثلاث كلمات. الاولانيه. انت هتشرح ايه اللي في النص دلوقتي؟ ثاني كلمه في النص. ثاني كلمه. ثاني. في الف ولام. مفيش الف ولام. اشرح اشرح اللي انت عارفه. تقرا يا محمود. اشرح الثاني. يلا محمود بسرعه. جرب بقى وقتنا في الضحك. لا اله. ادي دقيقه. علمني العم. بحر. بين شطين. ما تقوليش. بحر. فدي عم. بح. التالت. الاولانية. ايه ده انت بتكتبها؟ يا انت بتغششنا كده. يا رب ما يعرف. تحت البحر. علمني العمر.
حب حب تالتة حب 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 بحر الحب بحر الغرام مثلا ولا شاطر الغرام يعني دوبني في بحر حبك حاجة من يعني من معنى ده ها اعمل فيا حاجة في بحر حب بحرنا تانية تانية بحره بحر عم بحر ترعى بحرك بحر بحر ترعى ايه بحرك بحر بحر بحري لا ده بيكتب بحر فيه بحري 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 بلد بحر من بحري من حبوه بحري من حبوه وما عرفوش الاسم فريق الرجال يبقى الستات متقدمين عنهم بثلاث نقط والله اقعد يا محمود ده هيضربوا بعض اقعد اقعد يا محمود خلاص بفضلك ما تضيعش وقت يا سمحت اقعد جبت لنا العار لازم